اكيد. وكمان انتوا كمان ما شاء الله يعني انت برضو من احد اللاعبين الكبار في الفرقه وليك تاريخ كبير جدا مع الفرقه، بس انا سمعت ان ده اخر موسم ليك ان شاء السنه دي، ده الله. صحيح؟ اه ان شاء طب الله. بتفكر ازاي مستقبلك في والله الفتره القادمه؟ يعني لسه لحد دلوقتي ما استقرتش. ما استقرتش، او حتى لو هيبقى فيه ان انا العب لازم يبقى حاجه مناسبه ان انا اقدر احافظ على شكلي او شكلك احافظ على التاريخ اللي انا عملته، ما يبقاش مش هوافق على اي حاجه مجرد ان انا بلعب. صحيح. فلازم الموضوع محتاج تفكير ومحتاج وقت، لان انا عديت بظروف الفتره اللي فاتت كانت صعبه، وفاه اخويا وكده، فالموضوع الله يرحمه. الموضوع كان صعب شويه، بس يعني ان شاء الله خير خير، ربنا يكرمك وتختار الخطوه الصح. ان شاء انت الله. لعيب كبير ولعيب الله اديت يخليك. النادي الاهلي كتير جدا، خلي بالك، والجماهير يعني فاكراك الحمد وبتحبك لله. جدا جدا، فاكيد بتمنى لك كل التوفيق ربنا اكيد يخليك في يا الخطوه فندم. اللي جايه، سواء ربنا يخليك لعب سواء حبيت تخش في التدريب، اكيد اكيد ربنا ان يوفقك شاء في الله. الخطوه ربنا القادمه ان يخليك شاء يا الله فندم. ربنا باذن يخليك الله. ان شاء الله.